مشاهدي الأعزاء، عندما يتهيأ جميع المشاركين في هذا الفن تبدأ آلات الإيقاع في العمل، ويبدأ العقيد بالغناء، ويبدأ المشاركون السامرون بالتصفيق والرد على غناء العقيد. وعندما يبلغ الغناء ذروته يبدأ الممثلون بالدخول إلى وسط الدائرة التي يشكلها المشاركون، ويقومون بتقمص أشكال بعض الحيوانات المتوحشة كالنمر مثلا، ويعرف عندهم باسم بلانك، والغراب ويعرف عندهم باسم أبو منقار. كما يمثل بعضهم شخصيات هزلية بشرية مثل رجل عجوز أحدب، أو يقومون بتمثيل بعض النساء، وذلك حسبما تقتضي هذه القصة الهزلية المسلية ذات الموضوع الهادف التي ينوون تمثيلها. ويتحرك الممثلون على إيقاع الغناء، والمشاركون من السامرين يردون على غناء العقيد وهم يصفقون، وتتوالى الحركة والكل يتضاحك حتى تتم القصة فصولا. وبانتصار الخير على الشر وسيطرة العقل البشري على قوة الحيوان الوحشي، أعزائي المشاهدين، نشاهد معا لقطة أخرى لهذا الفن من ولاية صحار.